صباح اون تايم، ونفتكر مع حضراتكم امبارح كنا تناولنا جزئيه هامه جدا عن تاثير اللاعبين المحترفين في بطوله الدوري العام الممتاز مع فرقهم. الحقيقه لعيبه كتيره جدا بتتالق، اشرف بن شرقي قبل رحيله عن نادي الزمالك، علي معلول مع النادي الاهلي، لعيبه كتيره جدا يعني زي فيكتوري مع طلاع الجيش، وعبد الكبير الوادي مع سموحه. الحقيقه يعني لو هقعد افتكر في كل نادي هنلاقي الحمد لله السنه دي فعلا حسن الاختيار للاعبين الافارقه المحترفين او اي جنسيه عامه بتشارك. مبلول مع الاتحاد السكندري بيعمل نتائج جيده جدا، كل لاعب في ناديه الحقيقه ليه بصمه وقادر ان هو يترك اثر جيد في بطوله الدوري العام الممتاز. ولكن ايضا في تقرير كده حاولنا ان احنا نجهزه لحضراتكم عن ابرز اللاعبين الافارقه او الاجانب بشكل عام اللي بيلعبوا في دوري القسم الثاني اللي يعني ليهم تاثير ايضا مع انديتهم. تعالوا نشوف ابرز هذه الاسماء ونكمل مع حضراتكم. دول هدافين سعرهم تحت خط المليون، واحنا طبعا شايفين ازاي الانديه يعني عدد كبير منها عندهم ازمه ماليه كبيره، مفيش حد عنده الخزينه تكفي ان هو يعمل صفقه واثنين وثلاثه تكلفه قد كده، فبالتالي بقى الاهتمام بفكره ان انت تكون بتصعد ناشئين موجوده بشكل كبير جدا. والنقطه الثانيه ان انت تكون بتركز ازاي تقدر تجيب لاعب عنده امكانيات ويقدر ان هو يكون بينجح فريقك وليه بصمه، وفي نفس الوقت يكون سعره في المتناول علشان تقدر ان انت توفر كل حاجه، يعني توفر على المستوى الفني وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على شويه فلوس تكون عندك في الخزينه. فبالتالي احنا بنستعرض معاكم اسماء قدرت ان هي تكون بتثبت نفسها على مستوى اللعب في مصر، لان برضو بياخد ساعات بعض اللعيبه الاجانب وقت علشان يكونوا بيتاقلموا على الاجواء، ولكن انت عندك اوريدي لعيبه ممكن يكون مش الكل عارف هم ازاي فارقين مع انديتهم في القسم الثاني، ولكن احنا بنستعرضهم معاكم علشان برضو لكل لاعب اجنبي بيبذل مجهود يكون بياخد حقه. وهنشوف هل بقى فعلا الانديه اللي بيكون عندهم حد متخصص بيركز وبيبص وبيشوف ازاي يكون ممكن بيستفيد بامكانيات لعيبه مش اللي متسلط عليها الضوء في الدوري الممتاز، يكون كمان بيستفيد بخدماتهم في الفترات اللي جايه، مين ممكن يكون بيعمل ده؟ هيكون بيفيد النادي بتاعه بشكل كبير على المستوى الفني وكمان على مستوى توفير الاموال اللي هي اللي بتتحدث دلوقتي وفرقة بشكل كبير جدا. انديه كتير بتعاني في السيزون ده والمعاناه دي واضحه وصريحه جدا وممكن تكون بتاثر كمان في المواسم اللي جايه، فان شاء الله نكون قادرين نشوف تركيز اكتر في الاختيارات علشان الكل يكون بيستفيد وفي نفس الوقت يكون ما نشوفش لعيبه بتيجي بالملايين دي كلها وما بتقدمش حاجه، لان فعلا بيكون الموضوع مستفز جدا بالنسبه كمان للجماهير. خلونا